براكتيك هو ايه؟ طقطقه المفاصل، بس علم اعرف المفصله واتجاه الحركه بتاعتها. مفيش حد ما بيقولش ظهري بيوجعني. اللي عمود الفقر النهارده ما عادش زي زمان لان قوته بقت اضعف. مشاكل العمود الفقري اعراضها غامضه، العصب مش هيديني فرصه ان تفضل فقره تنزلق والغضروف يتاكل وهو يفضل عايش معاك. دكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كليه الطب جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه والعربيه لجراحات العمود الفقري. اهلا بكم. انا شايف انه واحده من اهم مسؤوليات ثقافيه للناس الحلوه الدكتور هي في البرانش ده، برانش المخ والاعصاب، برانش الانزلاق الغضروفي، برانش نيوروسيرجي. البرانش ده او الفرع الطبي ده فرع في منتهى الاهميه لانه متعلق بحياه البني ادم بشكل مباشر، زي ممكن يموت بسبب خطا او بسبب تهور او بسبب حركه مش مظبوطه، كمان للاسف ممكن يتشل ديسابيليتي. احنا ما بنتكلمش هنا عن حاجه مثلا بسيطه، ده حياته كلها بتنقلب 180 درجه للأسوأ جدا، حياته تتوقف. احنا بنقول واكيد شفنا كريستوفر فالس او اللي كان بيعمل دور سوبرمان اصيب اصابه قعدته، كان راكب حصان، الحصان وقع بيه من فوق الحاجز، توقف عن الحياه خلاص، توفى الله يرحمه، كان راجل محترم جدا جدا، حتى الاصابه دي غيرت من منظوره للحياه، خلته اقرب لربنا بشكل كبير. بس طبعا نسال الله العفو والعافيه، كنا نتمنى ان هو يقترب بس وهو على صحته، لكن لكل اجل كتاب. خلي بالكم انه الانسان البشري ضعيف جدا، والتهور في منطقه المخ والاعصاب تهور يعقبها ندم شديد. تهور في ايه؟ تهور ان انا اطنش، ده تهور. اخد تلامادول وما اروحش اكشف في الميعاد المحدد، ده تهور. ان انا اروح لحد بتاع عصايه وبتاع حلق وبتاع كي، ده تهور رهيب، ده تهور. مع يعني مثلا اخونا ده منظر، يعني ده مكان العلاج. الحاجات دي لازم يتقبض عليهم. انا ما اعرفش ده في مصر ولا فين بالظبط، بس ده تهور رهيب. شوف الطقطقه هنا هوت للرقبه، يعني ده دي ممكن تموت الحركه دي. طبعا الحركه دي لوحدها ممكن تعمل حاجه اسمها اطلانتو اكزيال سبلكسيشن وتموت، ان دي ممكن تخلي نوع معين من المفاصل يسيب في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. طبعا هنا ده بيحصل للاسف، وده بيتصور فيديوهات واحنا بنعرضه عشان نبين قد ايه ان في حالات من التخلف موجوده في حتت كتيره في العالم، سواء بقى في مصر ولا بره مصر، في اماكن بتودي في داهيه. اخونا ده بيشتكي من مشاكل في رقبته، بدل ما يروح لدكتور مخ واعصاب يكشف عليه راح لكابتن. الكابتن بيعمل ايه؟ بيعمل كارثه، بشده ده ممكن يعني دي تموت، والله العظيم تموت، اقسم بالله. شوف شد بعد ما عمل بقى الحركتين وبتاع، فك الايه البتاع اللي هو بيحاولوا يصحوه، ما اعرفش بقى مات اغمى عليه، ده تشنج، ده ممكن يكون بقى بيموت خلاص. استاذنا وضيفنا العزيز الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، اهلا بيك يا دكتور محمد بيه. انا انت اتخضيت يا عيني من المنظر صح؟ لا انت بتشوفه على طول بتشوفه؟ هو ده مات ولا اغمى عليه؟ شوف لا طبعا اصل ده بيموت بيموت، انت عارف حركه يعني اكزيال سبلكسيشن، المنطقه دي هي بتضغط، ما دي اللي شدد اللي حضرتك قلت عليها دي بيسموها المشنقه. تعرف المشنقه دي لما بيجي يعملوا حركه اعدام بيركب دي عشان ويتشد لتحت او يقع بتقل جسمه يكسر عظمه اللي هي بتاعت الفقره الثانيه، ترشق في الحبل الشوكي في المنطقه دي، والمنطقه بتاعت اسفل جذع المخ اللي هي بتاعت منطقه المدله الريسبيراتوري سنتر دي، هنا بقى مركز التنفس ومركز القلب. يحصل كارديك اريست، يقف القلب والتنفس يقف. في ناس ممكن ما يموتوش بس يطلع عندهم بقى شلل رباعي. ودول الاغلبيه بقى اللي احنا بنشوفهم. انا شفنا التشنج اللي حصل ده موت. ده كونفولجنز. هو عشان شد بزياده شويه. واخد بال حضرتك؟ والله ولا شد شويه، هو شده شد متوسط. شد عادي. اصل هقول لحضرتك حاجه دكتور، بس حته خطيره جدا الحركه دي. هي جدا. بس انت دلوقتي لما احنا بنتكلم دلوقتي، احنا بنتكلم قدام ناس كتير جدا. هنقسم الناس لنوعين.
في نوع يؤمن بالطب وفي نوع لن يؤمن بالطب. لن يؤمن بالطب خلاص، لن خلاص بقى ما تجيش تقول له دكتور وعلم وابحاث ودراسات وكلام من لا، هو مؤمن ان كل طب وحش وكل الدكاتره يعني لهم اهداف تانية من موضوع العلاج بتاعك، وبرغم انك انت اللي رايح للدكتور لا، لكن الدكتور برضو هو عينه على جيبك مش على انه يساعدك. دي الفكر. فالجزئيه الناس دول عمرهم ما هيؤمنوا بكلام من ده، لكن هيؤمن بايه بقى؟ هيؤمن بابو خشبه وبعصاية واللي هيكوا بالنار، وهوري لك مناظر دلوقتي. وابو مشنقة اسمع من ده كتير جدا، ده في اللي بيجيب الزرجينة اللي هي بتاعت العربيات دي ويعلقه من رجله ويشد، ويعلقه من رقبته ويشد، ألعن من كده بكتير جدا. وفي اللي بيجيب شاكوش وأجنة ويدب ويخبط، وحضرتك شفت كلام من ده قبل كده، ده كلام حقيقي جدا. وفي بقى اللي بيبتكر بقى واللي هو ايه اللي شايف نفسه ان هو شيك شوي. طبيب الغلابه بقى شيك شوي. اللي هو بيقول لك بص ابعد عن الطب وخليك بقى في الاعشاب والحاجات دي جميله جدا، والاعشاب جميله جدا. لا ده انت جيب معلقتين كركم من اللي بتحط بتاع البهارات والتوابل من الاكلات الخليجي واخد بالك، واشربهم على الريق مع شويه ماء ان شاء الله الغضروف يخف. واحد تاني يقول لك لا ده انت عارف كل حاجه فيها بذره من جوه شبه الغضروف كده كلها الغضروف يخف كلام طبعا. وتسمع بقى أخويل وهذا كلام كتير جدا واخد بالك، وانا رحت مش عارف مين واداني ايه وخلطت ايه مع العسل ايه وشربته. هو حد قال ان العسل وحش؟ بس ايه دخل العسل بعلاج الازلاق الغضروفي؟ ما بنتكلمش. احنا قلنا قبل كده في اللغه العربيه فيه شفاء للناس، فيه شفاء من امراض معينه. جميل من جدا أمراض شفاء من غير الف ولام، معناها ان انا في نقاط معينه في الشفاء. الكارثه بقى دكتور ايمن، انا بقول لك احنا بنتكلم من خاطب نصين من الناس، ناس لن تؤمن بطب وفي ناس مؤمنين بالطب. تمام، الناس اللي تؤمن بالطب بقى ويجي في الاخر يقول لك ايه بس خد حقنتين من فيتامينات بتاعه الاعصاب مع حبيتين من بتاع فيتامينات الاعصاب مع المسكن كذا، وتلاقيهم عاملين جروبات لبعض كده وبيوصفوا لبعض الادويه ويسبوا في الدكاتره ويسب في الدواء ويسب اصل ده بيعمل وخير. فندم انا ليا حد يعني اعرفه وانا قاعد معاها في مكان كده، كل ما حد يشتكي من حاجه توصف ومش دكتوره. ايوه مش دكتوره لا خالص، ده في من ده كتير جدا. لا ده في بقى الاشطر بقى منهم يعني اذكى اخواته فيهم، يقول لك بص اوعى الدكتور فلان، دكتور فلان ده ما بيفهمش حاجه، ويقوم قايل كلمه كده من اربع حروف ده ما بيفهمش حاجه قبل كلمه ما بيفهمش حاجه. للاسف الشديد الكلام ده النماذج دي موجوده وفي ناس كتيره جدا بتؤيد هذا الراي. فاحنا هنخاطب الناس اللي هم بيكلموا اللي فاهمين وعارفين الطب. بس الناس اللي فاهمين الطب دول برضو يعني نكون رفقاء بيهم شويه. بمعنى ايه؟ في منهم هو عايز يحل مشكلته بس لا تقول له دواء ولا تقول له عمليه، هو مصدقك ان في غضروف وضغط على العصب وممكن يعمل مشاكل وممكن يعمل شلل وممكن يعمل تسيب في البول وممكن يعمل ألم ما بينيمش، ممكن يعمل كل الكلام ده كله. بس هو لا تكتب دواء، أصل خلي بالك ده أنا كبدي تعبان، ده أنا عندي السكر، ده أنا عندي الضغط، ده أنا المعدة بتاعتي تعبانة، ده أنا كنت باخد علاج جرثومة المعدة، ده أنا عندي قولون ملتهب، ده أنا عندي قرح في المعدة. هو حط لك كمية عوائق قد كده، طب أدي العلاج أفناه. طيب يبقى في تدخل ممكن حتى لو بسيط او محدود او جراحات من البسيطه. لا اصل عمليات بيقولوا عليها مش كويس وانا خايف من التخدير فبالتالي الفصيل الكبير قدامك ده بيخلي في بلوك كبير جدا يمنعه ان هو يروح للدكتور في الوقت المناسب. طيب لما يجي للدكتور هو كل واحد عنده غضروف في ظهره هنعمل له عمليه؟ لا طبعا، احنا بنقول 80 الى 90% من الانزلاق الغضروفي بيعالج دوائيا مع شوية مساعدة بعلاج طبيعي أو يلبس حزام أو خس ونزل وزنك هيخف إن شاء الله في خلال 6 شهور لسنة بيكون خف تمام. 80% إلى 85% يعني اللي فاضل بقى 15% من اللي داخلين لي ممكن يكونوا وصلوا وعدوا المرحلة بتاعت العلاج ودخلوا في مرحلة علاجية أخرى تسمى العمليات الجراحية. ومش كل واحد من دول لازم تبقى عملية كبيرة، هو على حسب بقى حضرتك إحنا جايين إمتى وفي أنهي مرحلة. في واحد بيجي لي اصل بقاله شهرين 3 4 5 6 ظهري بيوجعني والوجع ماسك ظهري وحزمني ونزل على الفخذ ونزل على الرجل وفي تنميل وفي خدلان وفي تعب ومشط رجليا تقيل ورجليا بتخبط في الارض او بكعبل في السلمه او البول بيسبقني لما اجي ادخل الحمام او بصحى الصبح مش عارفه اتقلب من على السرير او اول نزله. خلي بالك كل دي شكاوي تدل على انا عندي مشكله في العمود الفقري تؤثر على الرجل.
تسمع الست الفاضله وهي بتتكلم تقول لك انا اوامان الصبح ده عذاب، وهي لازم تصحى بدري علشان البيت وعشان الاولاد وعشان رايح المدارس، ولو بتنزل عملها او شغلها او بتاع، رحله من العذاب المبكر جدا، بتبدا يومها بالالم وتيجي تنام بقى عيني تكون بعد يوم طويل من الشغل والمجهود خلاص خلصت ما عادش فيها حاجه. طيب الناس دول بقى بنتكلم معهم في ايه؟ اللي ينفع بالعلاجه ده احنا بنعالج وبندي العلاجات وهياخد وقت وهنخف ونبقى كويسين جدا. طيب اللي ما ينفعش بالعلاج ما انت لازم توجد له حل. واخد بال حضرتك؟ الحل عندنا ممكن يبقى عملي. بص دي اشعه بتاعت العمود الفقري فقرات قطنيه. الفقرات ربنا خلقها مرصوصه فوق بعض. تعال بص الاشعه دي هتلاقي اخر فقرتين من تحت، هتلاقي اللي في النص الاسود ده اسمه الغضروف التاكل، والفقره سايبه واتخلعت من اللي تحتها. ده ما عادش غضروف، ده بقى اسمه انزلاق فقاري، وده من الدرجه الاولى وداخل على الدرجه الثانيه. الدرجة بتاعة الانزلاق الفقاري هي أكتر من الانزلاق الغضروفي. والغضروفي يعني إيه؟ شوف الأشعة اللي بعدها يعني على طول كده. الانزلاق الغضروفي هو إن الغضروف اللي ما بين الفقرات بيخرج ويضغط على العصب اللي وراه. هنا بقى لما نيجي نبص على عمود الفقري هنا، المفروض الفقرات القطنية عندنا خمس فقرات. الخمس غضاريف اللي موجودين عندنا في القطنية كلهم تأكلوا والفقرات كلها بقت سايبة من بعضها. يعني انا هنا ما عنديش بس غضروف، لان خلي بالك الناس عندها الم في الظهر يبقى اسمه غضروف، لا، في حاجه اسمها انزلاق فقاري، او الفقرات بقت سايبه او الفقرات بتتحرك، ده اسمه انزلاق فقاري. ده انزلاق فقاري متعدد، يعني انا ممكن يبقى عندي فقرتين هم اللي سايبين وعندي اكتر من كده. هنا الفقرات لما ثابت وقعدت فتره طويله هتلاقي في خط ابيض بالطول كده في ظهر الفقرات كده، ده بنسميه المسار بتاع العصب، القناه العصبيه. هتلاقي لو في الصوره اللي على اليمين القناه العصبيه لما تمشي معاها من فوق تلاقيها واسعه واسعه واسعه، في النص بقت في حاجه سوداء قفلتها وفي حاجه تانية قفلتها لتحت. تمام؟ ده الغضروف خرج وتاكل وضغط على القناه العصبيه. مش كده وبس، العظم نفسه بتاع الفقرات نفسه هتلاقيه اسود وبقى عامل زي الكوره السوداء كده. الفقره لما الغضروف خرج وبقت سايبه، الفقره بتتحرك على الفقره الثانيه، فيبدا يحصل نوع من التاكل في العظم نفسه. دي مرحله متقدمه، زحزح، ده احنا تزحزح وتاكل في جسم الفقره. برضو العرض عندنا واحد، هو عندي الم في الظهر وبيسمع في رجلي وبينزل على الفخذ وبيمسك الهنش كده وبينزل على تحت. ممكن يقول لك انا حاسس النص التحتاني مفصول عن النص الفوقاني تماما. المنظر اهو، الفقرات تاكلت. طبعا الدنيا ما بتبداش كده. طيب ده كان غضروف تحت اهو، اتساب الغضروف، الفقره اتحركت، سابت الفقره، بدا شايف الكوره السوداء اللي تحت في الفقره جميل. اتاكلت الفقره خالص. ما هنا بقى العظم بقى متاكل، الفقره بقت متاكله، الغضروف متاكل، تلاشت، في عدم ثبات في العمود الفقري. يبقى دي درجه اعلى من درجات الغضروف. ما عشان انا عايز اوضح بس ووصل صوره للناس، انك ممكن تيجي بنفس الشكوى او تبقى قاعد في العياده جنبك خمسه بيشتكوا من وجع في ظهر بينزل في رجلي، بس كل واحد له طريقه مختلفه عن الاخر في الحلول. لما نيجي بقى هنا بنتكلم، هل ده غضروف واحد فقط او غضروف متعدد؟ هل الغضروف معاه عدم ثبات في الفقرات ولا الفقرات ثابته؟ هل الغضاريف دي اتعملت ضيق كمان في القناه العصبيه ولا القناه العصبيه واسعه؟ هل الغضروف ده ضغط على مخرج العصب ولا لا؟ عوامل كتيره جدا تحدد. عشان كده مثلا لما يجي سؤال يقول لك هنا بقى، شوف هنا كارثه بقى، هي دي، عارف حضرتك الراجل اللي كان بيشد، هي دي الرقبة اللي حصل فيها كده، يا خرب اسود، هي دي بقى دي حصلت في مريضة عندي، دي عيانة كانت بنوتة من الفيوم حصل فيها كده، وكانت طالبة جامعية، اتشدت، دي الفقرات العنقية اهي، اتشدت فكسرت الفقرة، جزء رجع لورا جزء رجع لقدام، ضربت قطعت الحبل الشوكي، عملت إصابة جامدة جدا في الحبل الشوكي. واخد بال حضرتك؟ دي مجرد هنا ما ماتتش، بس جالها حاجة ما تسمى شلل أو خزر رباعي، ايدين ورجلين. وطبعا عملنا لها عمليه ورجعنا الفقره وثبتناها ولها صبر، بس خلاص حصل تلف في جزء في الحبل الشوكي، لو اصيب ما بيتصلحش. يعني دي برضو الناس فاهمه ضعف انك مجرد ما رحت للدكتور وعمل لك عمليه يبقى لازم كل شيء يرجع لاصله. اصل يا جماعه ده مش توكيل بيغير قطع غيار، دي حادثه، دي ما عندناش قطع غيار الحبل الشوكي. انا عندي الفقرات دلوقتي بنقدر نغير فقره ونثبت فقره ونبدل ونركب غضروف صناعي، لكن الكلام ده كله، لكن الكابل على جوه الحبل الشوكي لسه هناك ابحاث كتيره جدا وشغالين عليه، ووصلات عايزين نعملها توصل الاشاره العصبيه من فوق لتحت، واصابات الحبل الشوكي كتيره. انت عارف مصر فيها اكتر من نص مليون بني ادم يعانوا
من وسط ال 105 مليون بني ادم، نص مليون يا رب يا رب يعانوا، دي نسبه عاليه جدا من اصابات وشلل رباعي واصابات نتيجه حوادث الطرق واصابات وقوع وسقوط وفي البحر وهو بيستحمى وبينط براسه والكلام ده كله. لا في ناس كتير بيحصل لهم مشاكل يعني ماساويه جدا جدا، اكل العيش، اكل العيش نفسه، اكل العيش طبعا نفسه. وفي ناس احنا طبيعه عندنا يعني احنا عندنا هنا في مصر او في الوطن العربي المجهود البدني بتاعنا كتير جدا، وفي ناس طبيعه حياتها يعني الراجل المزارع او الفلاح او الراجل العامل بنا. او المهندس اللي واقف في مواقع او اللي بيجري الصبح عشان يلحق المواصلات والاتوبيس. عندنا طائفه المعمار دول طائفه طبعا كبيره جدا، كبيره قوي يا باشا. انت عندك 4000 بني ادم في مصر بيعملوا في وظيفه الزراعه، واخد بال حضرتك؟ يعني في الراجل ومراته واسرته وعياله كلهم بيشتغلوا فطول النهار موطي، طول اليوم موطي في الارض وبيشيل وبيحط. ده كمان لما اجي اتعامل معاه لازم انا الفكر بتاعي كدكتور ده ما عملوش زي بني ادم مرفه وحياته نايم على شيزلونج والدنيا حلوه معاه، لا ما عندوش ده. ده يعني اقصى رفاهيته انه بيركب جرار زراعي او بيركب لا ده جرار الزراعي سوري الحمار وبيروح البيت يا باشا الجرار او ده او توك توك او بتاع. يعني انا مره واحده في حياتي ركبت عربيه نقل لا انساها، لا لا كنت في ثانوي. يعني احنا بنقول لهم يعني يا رب يقدرهم على اللي هم فيه بس بنقول بقى طالما ان انت عندك مشكله ما تيجي نحلها صح. بنحلها صح ازاي؟ لازم نشخص، نعمل اشعه زي دي اسمها رنين مغناطيسي ثبت ان احنا مثلا عندنا غضروف. الغضروف ده درجات، اول درجتين فيه يجوا بالعلاج هنعالجك. طيب الغضروف كبر شويه ده محتاج ايه؟ تدخل بسيط في عمليات بقى من اول المنظار، نعمل عمليه بالمنظار نشيله او بالتبخير ونبخره ونشيله او ان احنا ندخل جراحه ميكروسكوبيه جرح صغير من غير ما نثبت، واخد بال حضرتك؟ او نوسع القناه العصبيه، كل ده متاح في مرحله معينه. اللبس والخلط هنا الى ابعد الحدود. في ناس تهيئ لها ان اله الطب في العمود الفقري هو المنظار، ونفسي الناس تفهم الكلام ده مهم قوي. يقول لك بس تهيئ لي ان هو كل الدكتور ما بيعملش حاجه في العمود الفقري يبقى دي حاجه كويسه جدا. نسبه الفشل في جراحات المناظير عاليه جدا 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 في العمود الفقري، ولها محدوديه معينه في العمود الفقري. اصل المناظير في البطن بتنجح لان البطن فيها مسافات واسعه وده نسيج سوفت طري اقدر احرك المنظار شمال ويمين. المنظار جوه العمود الفقري هنا صعب جدا لانك انت لما بتدخل ما بين الفقرات وعظم والمسافه اللي في الحركه عندك قليله جدا وبتتعامل مع عنصر وعضو اللي هو العصب او الحبل الشوكي غير قابل للمس. فالمنظار في حد ذاته ممكن يعور، ممكن يصيب. طيب هو في ناس كثيره جدا دخلوا تحت بند اصل عمل العمليه بالمنظار او جراحه تدخليه بسيطه، ما الكلام بيشد بقى اهو، جراحه تدخليه بسيطه وراح عمل العمليه يكتشف بعد كده ان ما تعملوش حاجه. لما بيكرر التعب تاني بعد شهر واتنين وتلاته اصل ممكن وانا جوه العمليه في المنظار ده مجرد ما انا حقنت مخدر او بتاع الموضوع اتحل. العلم تقدم يعني حتى الناس دول كان بيبقى عندهم هشاشه في العظم فكان يتخاف عليهم من العمليات، ففي درجات من الهشاشه النهارده صنعوا لها حاجه من المسامير والدعامات اللي هتمسك جوه الفقره والعمود الفقري وما تخرجش. يبقى كان المريض اللي عنده زحزحه فقريه والفقره متحركه وسايبه انا اقدر ارجعها له؟ اقدر ارجعها له النهارده، بقى في علم هذا الكلام. طيب هي قصه الناس مش العمليه دلوقتي، قصه هو الجرح قد ايه؟ واخد بال حضرتك؟ ماشي يا سيدي هنصغر لك الجرح نخليه صغير بس مش هنعمل حاجه خالص خالص، ما انا ممكن ما ادخلش خالص ده ابره. طب هو انا من خلال الابره دي هعمل ايه؟ واخد بال حضرتك؟ القصه ان الناس لازم تستوعب ان في حلول والحلول محتاجه ان احنا نفهمها وندرسها. طيب انا لما تبقى فقره مكسوره ومترحله بهذا الشكل انا محتاج ارجعها، دي انواع من الدعامات دي بنسميها الدعامات. هو ينفع تركب مسامير من غير ما تركب الدعامه اللي بتمسكهم؟ ما ينفعش. كتير جدا من اللي اشتغلوا مناظير او من المرضى اللي سامعيننا وعمل عمليه بالمنظار يكتشف ان ركب له مسمار من غير ما يركب دعامه. طب ازاي الكلام ده؟ واخد بال حضرتك؟ لانه ما يقدرش او في بيبقى فيه صعوبه في تركيبها. طب انا قدرت بالمنظار النهارده عن طريق الجراحه الملاحيه ان انا اركب لك الدعام تمام، بس هل انا قدرت اعمل توسيع للقناه العصبيه؟ قدرت اسلك مخرج العصب؟ قدرت اشيل قطعه الغضروف المهاجره اللي هي خرجت من مكانها وطلعت فقرتين فوق او فقرتين تحت؟ مش هقدر اعمل الكلام، فبطلع بعد العمليه عندي نفس الالام. طيب احنا هننسى كلمه المنظار والكلام ده واتكلمنا في عمليه جراحيه. طيب الجراح يقول لك طب ما انا سمعت كلامك بقى وجيت عملت العمليه، يعني خلاص بقى مالكش حجه عندي لازم اطلع احسن من ما كنت من 20 سنه فاتوا. الحقيقه برضو مش هتبقى كده،
لان احنا بنتكلم ان كل حاجه علميا لها نسب نجاح. الجراحه في اعظم مراحلها، كنا زمان بنتكلم في 40 50% دي كانت نعمه، وكنا بنبوس ايدينا وش وظهر ان نص العينين بيتحركوا ونصهم ما كانوش يتحركوا بعد العمليه. دي كانت مرحله. لما تطور الموضوع بعد شويه بقت جراحات ميكروسكوبيه ومناظير وكلام جميل كده، بدات نسب النجاح تعلى ونسب الفشل او الالم بعد العمليه يقل. لكن ما يزال على مستوى العالم، سواء في امريكا في اوروبا في المانيا في اعظم مراكز في العالم، انا بتكلم في نسبه من 10 ل 15% يحصل الام بعد الجراحه، التصاقات بعد الجراحه، ارتجاع للغضروف بعد الجراحه. الكلام ده يعني يكفي انك تعرف ان امريكا سنويا بيتعمل فيها من 300 ل 400 الف عمليه غضروف مرتجع سنويا. احنا بنتكلم امريكا اله الطب مش كده؟ طيب 300 الف عمليه في السنه بتتعمل تاني اعاده، مش لاول مره، ده اعاده انك بتعيد العمليه تاني بعد ما حصل فيها مضاعفات او في مشاكل. فاحنا لازم يبقى المفهوم عندنا، احنا بنعمل العمليه عشان اوصلك لمرحله انك تبقى في افضل احوالك، ها، حافظ عليها. طيب الوزن الزياده ده حضرتك هنعمل فيه ايه؟ اللي انت داخل لي بيه 120 130 كيلو قبل العمليه ارجوك لا لازم تنزل. طيب بيتفق معايا قبل العمليه وبنبه عليه وبضحك كده، هنخس لازم بعد العمليه نخس، حاضر. وتلاقيه بعد العمليه الحمد لله الالم راح رحمه، ويقول لك اصل بيغذوني عشان العمليه والجرح يلم، وراجع لي بعد العمليه زيد 10 كيلو. فطبعا دي كلام مش صح. طيب التاني بقى اللي هو عمل عمليه والحمد لله العمليه كويسه جدا، يبدا يستعجل في النزول او في الشغل او في الشيل او في الحط، واخد بالك؟ يبدا عايز بقى يشيل بقى بسرعه وبتاع والكلام ده كله. طب احنا لنا برنامج هنمشي عليه، احنا بنقول شهرين اللي بعد العمليه، بعد شهرين نخليك تعمل كل حاجه. طب ما احنا عندنا لعيبه بيلعبوا رياضات بدنيه قويه جدا، وسباحه وكره قدم واثقال وبتاع، عاملين لهم عمليات وعملياتهم ناجحه تماما، واخد بال حضرتك؟ بس بياخد فترات بقى من العلاج والتاهيل بعد العمليه. ده مهم جدا. فترات التاهيل يعني والعلاج. انت لما بتشوف الغضروف، الناس مش فاهمه الغضروف ده حاجه، اشوف الغضروف في النص كده حاجه طريه جدا عامله زي الجيلي، انت لو حملت عليها زياده، انت تخيل كوره انت جبتها كده وفعصتها تقل من فوق لتحت، يبدا يخرج اهو الغضروف لحد ما يعمل يفرقع الجراب الخارجي اللي هو بتاع الايه المحيط بالغضروف، ينفجر الجراب، خرج الغضروف بره، لمس العصب، يعمل الالم. طب في مرحله زي ما كنا بنتكلم البدري بقى ده، بس احنا ما بنشوفوش كتير، يعني ده بيبقى في اول شهرين ثلاث اشهر ان هم مدخلين له دي ابره اللي هي زي بتاع الليزر دي، بتدخل جوه بتعمل حاجه بنسميها تفتيت وشفط الغضروف. تفتيت وشفط الغضروف ده عمليه جميله جدا جدا سهلة جدا، بس بدري لها شروط، لو ما وفرتهاش مش هتنجح، ما تنفعش. ما ينفعش في غضروف متكلس وصلب، ما ينفعش في فقرات حصل فيها تاكل، ما ينفعش. يعني الناس فاهمه ان دي تنفع هنا، مش هتنفع، واخد بال حضرتك؟ ولو عملتها احنا مش هنفصل العمليه على كل العيانين، لا، كل عيان له يعني عمليته اللي حكته. هو مرسومه له اللي هي تنفع حكته. اللي تنفع تحقق له نتائج كويسه جدا. لكن بيحصل بعض الخدع بقى، يقول لك انا رحت لفلان عملها لي كده وطلعت بعد العمليه بدون الم، هو هيتحسن شويه، هيتحسن جدا شويه، شهرين ثلاثة ستة شهور. اصل جوه العمليه بيحصل ايه؟ عارف الساحر بقى اللي بيطلع القرد من جيب الجاكيت بيعمل ايه؟ وهو جوه يحقن ماركين ثقيل اللي هو مخدر زي اللي بيتاخد في البنج النصف كده، وده لما بيتحط حوالين الام الجافيه وبتاع بيسكن الالم من 3 ل 6 شهور. وعليه جرعه عاليه جدا مكثفه من الكورتيزون الثقيل اللي هو ما بيمتصش بسهوله، اللي هو بيقلل الالتهاب، يقلل الالتهاب. فانا قلت لك التهاب واديتك مسكن ومخدر، عايز تاني بس المده قد ايه؟ هي دي بقى من 3 ل 6 شهور، ويرجع بقى ايه وكانك يعني وحدوه بقى من اول وجديد بقى تاني. وترجع القصه مش كده وبس، ده انت اضفت اليها التهابات جامده جدا في المنطقه، تليفات حوالين العصب جامده جدا، وساعات بيحصل ضمور للعصب، ونيجي جوه بقى العمليه لو ربنا كرمه وبنعمل له عمليه تلاقي الدنيا ملزقه جدا جدا جدا، بقى قلبت ويطلع عمليه من سهله لعمليه عملية صعبة معقده كده. جدا وصعب. ودي تخلي النتيجه برضو بعض العمليه ما بتبقاش مرضيه له وليا. طب بيخرج بعد العمليه يقول لك بس رجليا لسه بتنمل. ما انت مش واخد بالك ان كانت العصب ده اتخنق خلاص، احنا فكيناه من الخنقه، بس هياخد له وقت من 3 ل 6 شهور عشان يرجع. طيب في ناس بيحتاجوا اكتر من كده، طبعا على حسب تعدد الغضاريف وتعدد الفقرات. يعني انا لو شغال فقرتين غير 3 غير 4 غير 5 غير 6، امبارح انا عامل عمليه لواحد حقيقه 6 فقرات
ومثبت له ومركب له 12 دعامه بعد عمليه كانت معموله له فقرتين وسببت ان مسماره وهو بيركب اتكسر جوه العمليه، وطلع المريض بيصوت وفي منتهى السوء اللي في الدنيا. بنشتغل احنا بقى علشان نصلح الموضوع، بقى صعب جدا لانك بتجد ان في كميه رهيبه جدا من الالتصاقات، وتعالى بقى شيل مسمار مكسور من فقره، موضوع صعب واخد بالك، لانك انت بتلعب مع فوقيك عصب وتحتيك عصب، وممكن بعد كده تلاقي الموضوع بقى صعب جدا. التثبيت الناس فاكره ان هو لسه شرايح ومسامير وكلام من شايف ده، دي اسمها دعام، دي متحركه لها راس كده بتتحرك زي المفصل، وممكن نركبها في فقرتين في ثلاثه في اربعه في خمسه في سته لحد سبع ثمان فقرات عادي جدا، وده بيسمى القضيب الواصل ما بينهم اللي هي الدعامه دي، تمسك هنا خلاص انا عملت وركبت وثبت ورجعت العمود الفقري. الفقرات بقى اللي كانت سايبه وفقره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، انا اقدر اعمل له الحلول دي كلها ويتحرك كويس جدا بعد العمليه. الدعامات الحديثه دي كلها من مواد لا تتفاعل مع الجسم، يقدر يعاود شغله من شهر لشهرين بعد العمليه، يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي جدا، يقدر يوطي، يقدر يصلي، يقدر يقعد على كرسي، يقعد على الارض. في ناس حياتها بتقف لانه ما عادش قادر يوطي، مش قادر يقعد على، حتى لو ركب عربيه بيتعذب وراكب العربيه، مش قادر يمشي، مش قادر يخرج خطوتين يروح مشوار. لا هو يعني راجل عامل شغال كاشير وخلي بالك راجل بيشتغل ست بيت بقى، ست العذاب بيت كله بقى، عذاب طبعا، ده بيبقى عليها واقفه في المطبخ اربع خمس ساعات في اليوم بالظبط كده، في ناس ما بيعرفوش يكملوا 10 دقايق واقفه مدرس يعني. انا دايما بسال طب نقدر نقف قد ايه، لان دي اكتر حاجه بتزعجهم جدا، تقف قد ايه حضرتك في المطبخ؟ يعني الاحصائيه اللي انا بقولها كده اكتر من 70 80% منهم ما بيقدرش يكمل اكتر من ربع ساعه. لازم كل شويه يقعد يا يفرد ظهره يا يريح علشان يوصل لمرحله ان الالم ده يقل شويه ويرجع دوره الالم تعاد تاني مجرد ما اقف تاني. هسمعك ابو العريف. ابو العريف ده نموذج للفتي الموجود للاسف، انا هسمعكوا ابو العريف على فكره اقل خطوره من الفتيين التانيين، فتعالوا نسمع مع بعض. يا باشا بين يديكم الهديه المعجزه لكل اخواتي اللي عندهم مشاكل الام الظهر، ديسك، انزلاق غضروفي، كفه شيء في الظهر، ها هنا تنتهي المعاناه. ب 200 جنيه يا باشا تتصل تجيب المقعد الجيلاتيني الطبي، مناسب يا باشا للمكاتب، للسواقه، للشغل، للانتخه، بيمتص اي ضغط ويشيل الحمل من على الظهر، وكمان مفرغ بشكل طبي يسمح بمرور الهواء، يعني لا سخونه ولا تعرق. المقعد الجيلاتيني الطبي يعمل على تمديد الاوجاع وتوزيع الضغط بشكل متساوي، وهكذا تنتهي الام الظهر والعمود الفقري. هي دي يا باشا القعده الحلوه اللي ما تتعوضش. نصايب سودة. ايوه بص، ده الكلام ده انا احترمه جدا، لو قلته ان انت وانت قاعد في كافيه ولا قاعد بتاع اجيب لك المسند الجيلاتين اللي بنحطه او انت سايق، كلام جميل جدا بيدلعك، بيتباع عند بتوع الاكسسوارات بتوع العربيات او على الرصيف وفي الشارع. لا هو في حاجه اللي في شماسه تتحرك. لا 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 حاجه اللي قطنيه بتقعد تعمل مساج بس يعني هم بيجددوا فيه. ده حلو جدا لما انت تبقى سليم وتعمل ده، لكنك تبقى مريض وتعمل ده ما ينفعش. ما هو لازم نفرق، انت عايز تعالجه؟ هو ده اللي هيعالج؟ لا. ولا ده انت بتعمله عشان تريحه في القعده، تبقى القعده جميله والكرسي يبقى مريح وبتاع؟ حط شلته طريه، حط شلته جيلاتين، حط مخده، حط اللي انت عايز تحطه، بس في الاخر ده مش علاج. يعني انا ما اقولوش ان انا بعالجك عشان ترجع وتنسى الام العمود الفقري وتضيع الانزلاق الغضروفي وارجع لك الفقره اللي عمرها ما بترجع. كلام وهمي جدا، ده احنا عشان نرد الفقره لاصلها او نرجعها سنتي جوه العمليه بنتشقلب حواليها كده عشان نعرف نعملها. انت مجرد ما حطيت البتاعه دي عملتها، او مجرد ما دوست بايديك او بالشاكوش، ده في اختراع جديد بقى، شاكوش كده تك تك تك، عارف اللي هو زي الدريل الهيلتي ده الهزاز ده، والله يقول لك الشاكوش اللي بيضرب بوكسات في الظهر ده، تك 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 تك، انا رديت لك ظهرك على البارد. كلام ما ننساش بقى الرش، كلام ترد على البلد من غير ما ترش، يعني لازم ترش نظافه، كلام صعب. نقف بقى عند نقطة محددة مهمة جدا، إذا كان في حوارنا قبلا
الفقرات القطنية يمكن يعني نوع من التعامل التأجيلي معها. النهاردة أنا ما روحتش عملت عملية في الفقرات القطنية لأني فرح بنتي، لا ده أنا بس مستني بس أقبض الجمعية. كل ده ماشي أو مش ماشي، بس هو هنعمل إيه. لكن الفقرات العنقية دي في المنطقة اللي يقول الخطأ فيها ما فيهوش معلش، الغلطة هنا زي الغلطة في الوش ما فيهاش معلش. ليه الفقرات العنقية إيه اختلافها عن الفقرات القطنية؟ التركيب طبعا اختلاف كبير جدا. يعني الفقرات العنقية هي أولا هم عددهم 7، الرقبة ضعيفة جدا بالنسبة مقارنة بالظهر. يعني احنا في البني آدم اللي قدامنا العادي بنشوف ان الرقبة هي قطرها كده، الظهر هو قطره كده. اللي بيحمي الظهر هو مجموعة عضلات قوية جدا، العضلات دي بتبقى أمامية وخلفية وفي الجوانب، بتبقى عاملة زي وتد الخيمة كده ماسكاه كويس جدا ومأمناه تماما. حوالينه أربطة قوية جدا أمامية، وجوه القناة العصبية في رباط أمامي وخلفي عشان يمسك. ما بين الفقرات نفسها في أربطة جامدة جدا عاملة زي الحزام، عارف زي الحزام بتاع البنطلون كده، الحزام ده أستق قوي جدا وماسك جامد، بيسمح بالحركة والمرونة والليونة، وفي نفس الوقت ما يسمحش ان الفقرة تسيب مكانها. هو تشريح يعني العمود الفقري ده اعجاز. لا جميل جميل إعجاز. سبحان الخالق العظيم يعني في حد ذاته. يعني انا ربنا خلق لك حاجة تشيل وتتحرك وتعمل كل حاجة وما تلاقيش في جوه حاجة، يعني لما امسكها لا بمسمار ولا ببتاع، كلها عاشق ومعشوق في بعضه العمود الفقري، خطير جدا. فقرات مرصوصة وفي النص بقى ما بقاش عظم بس، ده في النص القرص اللي في النص ده اللي بنسميه قرص الغضروف. الرقبه فيها 6 غضاريف، الفقره الاولى والثانيه ما فيهاش غضروف. الراجل اللي احنا شفناه من شويه ورقبته بتتشد ده، واخد بال حضرتك الحلقه اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت اللي هي بتاعه القطنيه، ده عمل كسر في الرقبه علشان الفقره الاولى والثانيه ما فيش بينهم غضاريف، فبتكسر البروسيس اللي هو الاودنتويد اللي هو الزايده اللي بتاعه الفقره الثانيه، وتقوم راشقه في الحبل الشوكي مع وراه. شايف هنا الحركه بتاعه العمود الفقري، اجيب يمين شمال قدام ورا، كل ده انا ما عنديش مشكله. العمود الفقري مش مجرد عظم، وده الناس برضو عشان كده بدات تتجه الايام دي او الفكر النهارده بقى احسن، فبيشوف ان جراحه العمود الفقري هي تخصص جراحه مخ وعصب وعمود فقري، مش مجرد جراحه عظام عاديه. وكثير من الزملاء الاساتذه المحترمين جدا اساتذه العظام يقول لك لا، يعني لما تروح الحاله كده روح لدكتور مخ وعصب وعمود فقري، هو هيساعدك في الحل اكتر ما احنا نقدر نفيد. العمود يفعلهم في شغلهم في العظام يعني، لا 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 عندهم بقى العظام كلها دي ودي شغلهم قوي جدا، والفيمر والمفاصل وبتاع، حاجات والمفاصل حاجات مؤثره كبيره جدا يعني. فهو ساب الحته دي بقى علشان يبقى اللي دارس تخصص جراحه العمود الفقري هيمشي فيها كويس. الحبل الشوكي ده الكابل الرئيسي المغذي وناقل للحركه والاحساس والاشارات العصبيه اللي نازله من المخ الى الاعصاب الطرفيه، اللي هي تبدا من اول الذراعين لحد اسفل الجسم من تحت. الرقبه مع الحركه الكتيره بتاعتها مشاكلها تبقى كتيره طبعا، كل ما بتتحرك اكتر فرص الاصابه بتاعتك بتبقى اعلى. يعني لو واحد قاعد في البيت هيعمل حادثه اكتر، ولا لو واحد بينزل الشارع كل يوم 10 مرات طالع نازل، اكيد اللي طالع وبيتحرك اكتر اصاباته وفرصته في الاصابه بتبقى اعلى. الرقبة كمان استخدامها اليومين دول بالذات مع المذاكرة والطلبة والتابلت والموبايل والنت والقعدة كده بقت صعبة جدا، وخاصة ان هذا المجهود بقى مجهود مبكر. يعني في زمان ما كانش اللود على الرقبة بهذا الشكل، احنا لما كنا بنذاكر نقعد على المكتب وتقعد ماسك ورقة وقلم وبتكتب. النهاردة بقى استخدام النوتس والموبايلات والبتاع بقى بتخليك دايما في وضع انك تاني رقبتك كتير، قاعدة غلط في اي وقت بقى، راكب مواصلات ماسك الموبايل بتذاكر بيه، في ناس بتنام تحت يعني على المخدة بيه وتحت البطانية متغطية ماسكة الموبايل. والسن صغر جدا في الأطفال، يعني أطفال 2 و5 سنين و7 سنين 12 سنة و15 سنة ماسكين موبايلات وتابلتس، فبالتالي الحركة على الرقبة بقت زيادة. الحركة زيادة عملت حاجتين، عملت نمرة واحد احتكاك زائد في الفقرات، فهذا يؤدي إلى خشونة، والخشونه هي الاب الشرعي للانزلاق الغضروفي. مجرد ما تبدا الخشونه الغضروف جايه وراها على طول. الاحتكاك هنا هو ان الغضروف اللي في النص بدا يتاكل او يخرج من مكانه، يضغط على العصب ويضغط على الحبل الشوكي. يعمل كمان ارتخاء في الاربطه والعضلات وضعف العضلات الخلفيه. انت لما طول ما انت قاعد وتاني كده العضله مشدوده،
الدم اللي بيغذي العضله بيقل، بعد فتره العضله دي بتضعف ويحصل فيها نوع من التليفات فيها، فالعضله خلاص راحت منك، العضله ضعيفه. عشان كده جزء كبير جدا من علاجنا ان احنا لازم نقوي منطقه الرقبه والاكتاف، وجزء مهم جدا في علاجاتنا العلاج الطبيعي جزء منه الحركه. شوف الرقبه، حرك فوق وتحت قدام شمال يمين، حبل الشوكي اهو باعت اشارات عصبيه وكهرباء محترمه نازله للجسم كله، تتوزع توزيعا عادلا بقى ما بين الاطراف ايدين ورجلين. التوزيع العادل ده بقى ممكن لا قدر الله يقف في حته ما يبقاش عادل بقى خلاص. انا لو الرقبه والفقرات العنقيه حصل فيها غضروف او ضغط او كسر او حاجه، يبقى خلاص هيمنع الاشاره عن كل ما هو تحته، يعني لان الاشاره نازله من فوق لتحت. نخلي بالنا اشاره طالعه من المخ ونازله من الحبل الشوكي كده 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 لحد اخر حاجه في المنطقه العجزيه العصعصيه اللي بتغذي منطقه الاطراف. كل منطقه في جسمنا لها اسم. تحت دي اسمها المنطقه القطنيه، القطنيه والعجزيه. اللي فوقها دي اسمها المنطقه الصدريه، اللي فوقها شويه اسمها المنطقه العنقيه. المنطقه العنقيه دي مش مسنوده ولا محميه الا بشويه عضلات ضعيفه جدا، بينما المنطقه الصدريه اللي تحتها في قفص الصدر والضلوع محوطاها كده عامله زي القفص الحديدي حوالينا، هي اللي ماسكاهم قويه. عشان كده اقل الاصابات واقل الغضاريف بتبقى في المنطقه الصدريه، يعني اكترهم بيبقى في المنطقه القطنيه علشان دي بتشيل احمال كتيره جدا، والمنطقه العنقيه عشان بتتحرك كتير جدا. والاصابات والحوادث والكلام ده كله الايام دي، وطبعا في حمله توعيه جامده جدا لاصابات الطرق وحوادث الطرق والتنبيهات الخطيره جدا عليها، لان اكتر الاصابات بتحصل في الرقبه، في العمود الفقري في الرقبة أو في المنطقة ما بين الصدرية والقطنية. الردة بتاعت الجسم، الخبطة أطلع قدام بالقصور الذاتي على فكرة والرجع لورا بالحزام، يعني ما هي الحزام بطلع وبرجع كده. الحركة دي سريعة جدا وقوية جدا، بيسموها الويبلاش. الويبلاش دي بقى ممكن تكسر العظم، ممكن تقطع الأربطة، ممكن تعور الحبل الشوكي او تعمل اصابه فيه. فندخل في متاهات جامده جدا. اقل الاضرار اللي بتحصل هو وجود غضروف في الرقبه. وجود الغضروف ده يبدا يحصل يعمل لنا اعراض، اعراض الغضروف دي مختلفه جدا. وفي ناس يعني الحقيقه غضروف العنق ده من الحاجات الخادعه جدا، يعني في ناس بتبقى اعراضها واضحه وصريحه، وجع في رقبتي، رقبتي اتشنكلت، مش عارف اتحرك، بقوم من النوم الصبح مصدع جامد جدا، مش قادر احرك رقبتي، مش شايف قدامي، انا رقبتي خلاص. هو شخص رقبته. في ناس بعد شويه الرقبه دي خلاص الالم بتاعها هيفك، ده انا بحركها زي الزمبلك اهو، بس الوجع نزل فين؟ في كتفي وفي دراعي. ليه؟ اصل في غضروف. الغضروف بص زي ما هنا، شوف الفقرات عامله ازاي، الفقره الثانيه الثالثه الرابعه ما بين الرابعه والخامسه في غضروف كبير جدا وراجع لورا خالص، ضغط على الحبل الشوكي، وده ياثر على المنطقه بتاعت الكتفين الرابعه والخامسه، والخامسه والسادسه تمسك المنطقه بتاعت الدراع، تبدا من الكتف وتنزل في الايد. الناس مش فاهمه ان الايد دي فيها مجموعه اعصاب متعدده، فكل عصب بيغذي منطقه. يعني في واحد يقول لك انا صبعي الصغير ونص الصبع اللي جنبه ده بينمل وبيخدل، وبقوم الصبح كده ولو نمت عليه بقوم خدلان جدا مش عارف احركه، ولو انا ماسك سماعه التليفون ما اقدرش اكمل بيها، بعد شويه بصدع جامد جدا وفي تنميل في مؤخره راسي. في شكوى في الرقبه الناس تشتكيها، وساعات ما بيبقاش عارفين هي ايه. يقول لك اصل انا الاتزان بتاعي بمشي بخبط وبروح لدكتور وعمل لي مقياس سمع واتزان، وقاعد باخد علاجات ادويه الاتزان والسمع بقاله شهور وما بتحسنش. في ناس تتكلم على صداع مزمن، انا بيجي لي صداع بقاله سنين ومش عارف له سبب، واخد بالك؟ وكلمه الرقبه منسيه خالص، او حتى لو شافها بيشوفها باشعه عاديه يقول له بس ده شويه خشونه بسيطه جدا والموضوع بسيط. لا مش كده. في ناس بقى بتبقى شكوتهم يعني عارف، وخاصه يقول لك كتمه نفس، ده انا مش حاسس ان في هواء، يعني الخنقه اللي على العصب دي بتولد احساس بالضيق جدا، وبتاثر ساعات على الحركه بتاعت الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز بياخد الفقره من الرابعه والخامسه الفرينك نيرف وبينزل تحت، فده لما بيتاثر انا بعرفش اخد هواء، نفسي الدنيا مقفوله. هو البريد مش بيبقى عارف التفسير، بس هو حاسس كده، بتخنق بسرعه، بتعصب بسرعه، ده زي الميسينيا، ده انا زهقان زي الميسينيا بتاع عضلات التنفس زيها لما بيحصل ضعف العضله. تمام. يقول لك انا زهقان، انا مش عارف انا بتخانق ليه، ما عدتش طايق نفسي ولا طايق اللي في البيت، ده انا عايز اسيب لهم البيت وهج. والله العظيم الكلام ده الحقيقي فورد فرنش بيتقال طبعا. واخد بالك؟ تيجي بقى المشكله هنا ان الرقبه مشاكلها مش على قد الرقبه بس، هنا بقى اربع غضاريف خمس غضاريف. طيب الغضاريف ديت لما بتضغط على الحبل الشوكي وخلاص وصلت لمرحله ان العلاج مش نافع معاها،
اتفقنا 80% الى 90% هيخفوا بالعلاج، متفقين على كده. طيب في عندك 10-15% يحتاجوا تدخل. الرقبه بقى التدخل فيها بقى حديث جدا، يا اما جراحه بالمناظير بندخل فتحه صغيره سنتي او بتاع وندخل نشيل الغضاريف دي ونركب غضاريف بديله. الغضاريف البديله انواع واشكال، كنا في وقت من الاوقات بنركب شرايح، بنركب شرايح ومسامير، بنركب شريحه ذكيه ومش عارف ايه. الموضوع اتطور الى ما هو احدث من ده، بنسميها الغضاريف البديله زي الغضروف الصناعي او الغضروف الاكريليك ولا حاجه. بندخل بتبقى العمليه كده ببساطه جدا، دي كانت تعمل العمليات السابقه قبل كده، وممكن نعملها دلوقتي في حاله واحده بس. لو انا عندي ده اسمه غضروف بديل، ده نوع بنسميه الغضروف الاكريليك، ده حاجه كويسه جدا وبيشيل او بنسميه سبيسر. سبيسر اللي هو بيدي مسافه ما بين الفقرات وبعضها علشان يعوض المسافه اللي هي كانت بتاع الغضروف اللي تاكل. انا حطيت السبيسر وبثبت فوقيه بالشريحه والمسامير، دي في حاله لما بيكون الحاله متقدمه او في عدم ثبات في الفقرات، وده بيبان معانا في الاشعاعات العاديه او الاشعاعات الديناميكيه اللي بنعملها. دي عمليه بسيطه جدا وسهله وبتتم وبتاخد ساعه زمن، خلصنا من مشكله الغضروف اللي هو مسبب الم رهيب جدا لدرجه ان في ناس تيجي تشتكي لك تقول لك ايه، انا عايز اقطع دراعي خلاص والله بجد ما بينامش. طيب ولو كح يحس بكهرباء في جسمه، ألم رهيب. ساعات بقى يجي يقول لك اصل ده ما بقتش ايديا، ده نزل كمان على رجليا، ما اصل انا عندي لونج تراكت نازل لحد تحت. ياثر الغضروف على الرقبه، ياثر على الكتفين، ياثر على الاخراج. يعني في ناس بتبقى شكوتها كلها ومش واخده بالها ان انا البول بيسبقني وعايز ادخل حمام بسرعه، ما بلحقش امسك نفسي، الحبل الشوكي مضغوط، فالاشاره العصبيه للمثانه متاثره. واخد بال حضرتك؟ في ناس بقى بيجي بقى ما هو اصعب من كده، ده جاله ضعف وخزل وايديا بدات تخس وبمسك. ست البيت له شكوى معروفه ومشهوره، تقول لك المعلقه ما عادش بعرف امسكها. اول حاجه تقول لك ما اعرفش اعصر الليمونه، ما اعرفش اقطع البطاطس، ما بعرفش اقلب مش عارف بالمعلقه الكبيره دي. الصينيه باجي امسكها بتقع مني، ايديا بتترعش وبتتهز. ده ما كانش في اليمين بس، ده بقت يمين وشمال. ما تعرفش تسرح شعرك؟ ده دي بقى تانية بقى، ده انا ما بعرفش البس هدومي. يعني انت عارف شكوى دي مشهوره جدا، ما بعرفش البس هدومي، ما بعرفش اربط الطرحه، ما بعرفش اسرح شعر ولا مشطه، بستحمى بمساعده، ده في حد لازم يجي هو اللي واخد بال حضرتك. كل الاعراض دي كلها هي اعراض مشاكل في الفقرات العنقيه. والغضروف العنقي هو غضروف صغير وضعيف. طيب الغضروف تاكل الغضروف، عاده الغضروف العنقي ما بيجيش غضروف واحد مع بعض، يعني واحد لوحده كده، ده بتبقى من الحالات القليله. 30% من الحالات بتاعت الغضاريف العنقيه بيبقى غضروف سنجل ليفل، غضروف واحد. عندنا 60% مالتيبل ليفلز. عندنا في 10% بيبقى معاهم حاجه اسمها ضيق في القناه العصبيه العنقيه كمان، يعني القناه العصبيه بتقفل كمان. طيب العمليات هنا بنختارها على حسب ايه؟ على حسب عدد الغضاريف، تكلس الغضروف، الغضروف جديد ولا لا، لان الغضروف بعد 6 شهور من حدوثه يبدا يتكلس، الجسم يبدا يقاومه ان يرسب فيه جواه كالسيوم عشان يبقى عامل زي الزلطه زي الحجره جوه علشان ما يزيدش وما يكبرش. هو الجسم بيحاول يدافع عن نفسه، بس ساعات الدفاع ده بيبقى مضر جدا، زي بعض الامراض المناعيه عندنا في جسمنا او الحصوات اللي بتتكون في جسمنا، هو وسيله دفاعيه من الجسم، بس ساعات بيبقى الدفاع يأذيني انا، النشاط الزايد بتاع الجسم ساعات بيهدد صاحبه الحياه. فالغضروف لما بيتكلس خلاص ما عادش ينفع بقى فيه الحاجات الصغيره البسيطه، لا التدليك ولا العلاج الطبيعي ولا الكلام ده كله. القرار كلمه تحتاج الى تعليم جيل بحاله. يعني ايه كلمه قرار؟ قرار في معنى القرار، في من يتخذ القرار، من يسأل عن القرار، توقيت القرار. الفرق الكبير جدا بين ان انا اقول انا قررت او انا توكلت او تواكلت. يعني فروق كبيرة جدا بين التوكل والتواكل، بين الجهة اللي انا رحت لها صح عشان اخبط على بابها صح واسأل عن القرار الصح في التوقيت الصح للشخص الصح. القرار موضوع مش سهل، موضوع صعب جدا إذا كانت النقاط دي مش واضحة في عقول الناس. ويبقى سهل جدا لو أنا مبني في دماغي ثقافة متكاملة عن القرار، من يتخذه، متى يتخذه، الفرق الكبير بين التوكل والتوكل. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، نورت كالعادة. أشكرك. الناس الحلوة وأبدعت كالعادة، وزي ما قلت هذه سلسلة مهمة جدا ينبغي أن تذاكر وأن تفهم
بشكل متكامل، سواء في الفقرات العنقية في حوارنا اليوم أو في فقرات القطنية في حوار سابق. لكن يبقى العمود الفقري، الكلمة المهمة عنه أنه ليس كما تتصورون أنه قوي للغاية، فالإنسان خلق ضعيف، هذه حقيقة طبية بحتة. اللي يصدقها يصدقها، واللي مش هيصدقها هيجي الوقت للأسف أنه في يوم هيصدقها، بس الوقت ده يوم لا ينفع الندم. ندم هنا هيبقى فيه معاه مصاحبات كتيرة جدا، ألم ومعاناة وكثير من الأشياء اللي ما تمنهاش لأي حد قريب أو بعيد. خليكم مع الناس الأول.